الشوفه الاولى ما تعجبهاش تهز بنتها وتقلبها في الطبيب وتبقى مرتاحه. البنت ديالي تولدات، الوقت اللي تولدات البنت ديالي ولدتها بيوم السبت، ولدت بالفتيح. هذاك النهار اللي ولدتها داوها لدارهم تاع عند اختو الراجل وهذا تاعها. المهم جابوها لي لحد ردعتها، بقات تما كانت في دارهم. نهار اثنين جابوها لي، جاب لي الاب ديالها بوحدو، جاب لها الاب ديالو هزها بوحدو. من بعد شويه البنت ولات خصني ندوش ليها، كتبقى تزلق ليا. كنقول لي واحد النهار ما بين 6 شهور ولا 7 شهور غتكون في السن ديالها، في العمر في الشهره ديالها. قلت لي شده معايا، قلت لي شده معايا هاد البنيه ندوش ليها. بعد قلت لي شد معايا هاد البنيه غندوش ليها، على ما نجي نكب عليها الماء نخلط هكا الماء نكب عليها، لقيت شادها واحد الشده بايدو في البزوله هكا، ولقيت شادو بايدها باليد ديالو هكا بالصبع التحتاني هكا الكبير باش شادو، والدريه كتغوت. قلت لي طلق الدريه، طلق الدريه وحيد بحال هكا. بديك العصبيه ديالي تعصبت من شت انا الصبع ديالو لتحت، دي طلق الدريه. الوقت اللي طلق الدريه قال لي سيري يا مصطيه سيري دوزي راكي مريضه تهيؤات. انا دابا تنعاود لكم وكنترعد لان داكشي كنعاودو وانا كنشوفو، ماشي كنعاودو انا بدون ما كنشوفو، كنشوفو قدامي وانا كنعاودو. حيت هاد الفكره ديالت بانه راه الماء جات عاوتاني واحد النهار، واحد النهار راه حياء فدين ملاقيه انا وياه تلاقيتو، قال لي سيري دوشي. قلت لي لا غندوش انا وياك، مشيت دوشت انا وياه، ما خليتوش خرج باش ما يسبقنيش. قال لي لا انا غادي تصافي راكي ساليتي انا جايه مورايا، بعد تم غادي سابقني انا، يلا غنكب عليا الماء الاخر هكايا ما بين 3 دقائق 4 دقائق بحال هكاك. سبقني، الوقت اللي سبقني لقيتو حال البينوار واقف امامها وهي ناعسه. خاصو يكون في ذاك الوقت وصل لبلاصتو، كايناش المسافه طويله. هادشي كله دوزتو، ما حاولتش نصرخ به، ما حاولتش نناقشه مع حتى شي واحد، حاولت نهضمه. ولكن انا ما اكتشفت هادشي حتى بدات الدريه كدير رجيلات وكتمشي وكطيح، كتمشي وكطيح، يلا بدات كدير في رجيلات. كنشوف الطريقه ديال الهزه ديال الاب ماشي هزه، كنشوف البوسه ماشي بوسه، كنشوف المعاملات ماشي معاملات. كيفاش كيتعامل معاها؟ ملي كيبغي يهزها كيحط صباعه الكبار على الصدر ديالها. كيفاش كيبغي يهزها؟ ملي كيهزها كيقيسها في اللور ديالها، كيطلع معاها بالصبع عاد باش كيحطها. انا قلبي كيبقى يترعد، ولا بد ما كاين وضع خصومه في هذا الشيء. كنقول لي ماشي هكا كدير لبنتك، كيقول لي مصطيه تهيؤات. انا عيت بكلمه مصطيه والتهيؤات، وكندعيه الواحد وحده لا شريك له هو الاول، عاد كندعيه امام الناس اللي غيحكموا بهذا الحكم هذا. قال لي خلي اميمه هي كتفرج شاده لك وسيري ديري اومليت. قلت لي اراها ليا؟ قال لي لا سيري ديري اومليت. انا بعد كشفت هادشي هبطت البوطه الصغيره لتحت، ما بقيتش كنبغي نطيب الفوق حيت انا عندي الكوزينه في السطح. هبطت البوطه الصغيره كنطيب لي اومليت، بقى شاد البنيه. لقيت واحد السروال كان لابسو كري، لقيت فيه طاش. عاود مني لقيت فيه ثاني طاش، ما هدرتش خليته حتى كلا وخرج اقرب المغرب. وشديت البنيه حيت لها واحد السروال كانت لابسه في التيركواز، هذاك السروال اللي كانت لابسه مبره ما غيبينش ليا. خليته حتى خرج وحيدته ليها. مني حيدته ليها لقيتها حتى هي فازقه، حتى هي فيها الدوراره، ولكن البنت ديالي دايره ليكوش باقا صغيره. عاوتاني بقيت كنترعد. المهم داز هادشي كله. واحد المره لقيت جاب ليها واحد نونوس، جاب ليها داك النونوس كامل مكمول، هو ديال التوب، في ايدين فيه راس فيه كل شيء، ولكن فيه واحد الحاجه اخرى، فيه واحد الحاجه اخرى حاله يرتى لها. هزيت هذاك النونوس لحتو عاوتاني. المهم بغى يعوض الدريه على شي حوايج تعرفهم في الصغر، وانايا داريه. انا قال لك انا بغيت مراه اللي تكون دير ميكا غلايضه على عينيها، وبغيت مراه اللي تكون دمدومه، وبغيت لها قلت لك حلاك حلا، بغيت قلت لها بيضه بيضه. ما يمكنش ليا تكوني انت هكا قافزه، انت قافزه بزاف. المهم دوزت هادشي. واحد النهاريات الدريه كانت ناعسه معايا، الدريه كانت ناعسه معايا، الدريه كانت ناعسه معايا.
حتى لقيتها كتبوسني وكتخرج نساله ولات كتلعب ليا بنساله كدير نساله في فمي وكتبغي تلك. قلت لي شكون اللي علمك هادشي؟ قالت لي بابا. شويه ملي كيجي هاد باباها كيحيد لها التقيشرات كيحيد لها الصباط كيبقى متكي بجنب وكيبقى يتملس ليها في الرجلين. شويه ملي كيجي كيدخل كيشد الدريه كيبقى يبومبي فيها عليه حتى هي ولات كتشوفو كتبقى تبومبي عليه. انا كنشد الدريه كنجرها كنقول لها ار لي اميمه بحال هكا. واحد النهاريات انا تغدينا بحال هكا ولات كتدخل عنده للبيت انا كنجرها هي ما كتبغيش تجي ليا كتبقى تلعب معاه. قال لي خليها تفرج في سميتو في الرسوم في البورتابل ديالو. من بعد قلت داك البورتابل ديالو انا من قبل ما نولد هاد الدريه وفاش يلاه مجوجه به كنجي نطل كنلقاه كيتفرج في الحيوانات. حاشاكم هذوك الحيوانات كيتلاقاو بالحيوانات. نفس الشيء تفرجت فيه الدريه وانا لحد الساعه كنت كنسحب الدريه كتفرج في الحياه كتفرج في الرسوم. واحد النهار هي اللي قالت لي اشنو كانت كتفرج ياك. المهم من انا غنوصل لكم الفكره اش كانت كتفرج. هذا الشيء باش انا اكتشفته شنو كانت كتفرج. كانت كتفرج حيوانات كيديروا الحيوانات. هي اللي نطقت لي بهذا الشيء والدريه اللي قالت لي هذا الشيء. قلت لها شنو كنتي تفرجي؟ قالت لي كنتفرج في هب مع هب كيدير لي عصايه في كاكا. هي كتعرف غير كاكا ونونو هادو هما اللي مفهماها انا دوك الحويش. والعصايه اللي كتعرف هي كراطه كنقول لها حطي العصا وكنميز عليها بها وداكشي فكرت هي العصا راه هي هذيك. المهم ما كاين ما تعرفوا في هذه الحياه حاله يرثى لها. ديتها عند طبيبه واحده اخرى عام طب عام طبيبه ما قلت ليهاش رانا مدوزه ليها ورانا هادي ورانا هادي. قلت لها بغيت ندير ليها واحد السيرتيفيكا حيت مطالب مني باها يشوفها وما مامناش عليها باها. باها ما كيتامنش هذا الراجل ما يكونش ما يصلحش يكون اب. المهم قلباتها قالت لي الدريه مغتصبه جوج المرات مضروبه ها ومضروبه ها ومضروبه. وقلت ليها راه وكان والبنت ديالي ما كانش كيتحيد منها الاسهال والبنت ديالي ديما كتطلع السخانه. والبنت ديالي واحد المره طلعت التبوريشه وسنيناتها بداو كيتقرقبوا زرا. قالت لي وما فهمت والو. يا ربي تحفظ محمد السادس وطول لي في العمر ويا ربي وقف معايا يا ربي وقف معايا هو الاول ويوقف معايا محمد السادس وشافيه ويوقفوا معايا الناس المحسنين اللي متقي الله ويوقفوا معايا الجمعيات اللي تيخافوا الله ديال بصح ويوقفوا معايا الناس الكبار. وكنوجه هاد الرساله الكبير والصغير اي وحده شكات في الراجل ديالها واي وحده ما تاقتش ما تبقاش تقول شوفي معايا اختي شوف معايا خويا راه الطب كاين غير الشوفه الاولى ما تعجبهاش تهز بنتها وتقلبها في الطبيب وتبقى مرتاحه. واليوم يا سيدي ربي قبل من غدا بغيت حق هاد البنيه يبان حيت انا مكرفصه لحد الساعه لحد الساعه انا باقا مريضه بالامراض ديال الجنسيه وكنعالج فيها وما تعالجاتش ليا. وقالوا لي هاد الراجل اللي بقيتي تطلقي معاه راه غيولي فيك الكونسير. وقلت لي سير دوز. قال لي سيري يا المريضه دوزي انتيا. المهم هاد الراجل مكرفس عليا بزاف